مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الحقيقة كما هي. في هذه الحلقة سنفتح معكم بعض الملفات المؤلمة والمحزنة أيضا، ولكنها مخزية لفاعليها ومجرميها ومن يسكت عنها أو يتغافل عن هذا الإجرام المستمر والذي وجد من يرعاه ومن يباركه ومن يطبل له ومن يتغذى منه. وبلادنا وشعبنا يعاني الويلات في كل لحظة، والذي يجب عمله أن نوضح للمواطن والعالم وأن نضعهم أمام ما يحدث، وأن لا نسكت أو نتوانى لحظة لنصرة أنفسنا وأهلنا وإخوتنا ومستقبلنا، مستقبل وطننا أيضا. فأهلا ومرحبا بكم، وإلى عناوين هذه الحلقة. عزلة الحيمة في تعز، حجور الثانية، قتل وتمثيل بجثث الشهداء. احتراق منزل في عدن وفقد أسرة كاملة، الناشط أحمد نصيب هل مات مع ابنه بماس كهربائي أم قتل عمدا؟ كرامة المرأة في الميزان الحوثي، اختطاف وتعذيب واغتصاب لم يشهد التاريخ اليمني مثل هذا الإجرام قط. تغريدة أو بوست في زمن الحوثي قد تفقدك حياتك. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية هذه الحلقة. ما حدث بعزلة الحيمة في تعز خلال هذا الأسبوع من إجرام الحوثي هو استمرار لحالة التنمر والاستقواء على المواطنين في مناطق سيطرة الميليشيات ونهب المواطنين والاستيلاء على ممتلكاتهم تحت شعار اقتلوهم وانهبوا أملاكهم. تعالوا معنا نتعرف عن أصل القصة، أصل الحقيقة، لتكونوا أنتم شهداء وننقل لكم تفاصيل هذه الحقيقة كما هي. مشاهدينا، في عزلة الحيمة، هذه العزلة التي تتكون من عدد من القرى وبها العديد من الأماكن المهمة التي يراها الحوثي أهم من كل شيء، وهي الحصول على أشياء هو يريدها. تعالوا معنا نشاهد أولا عزلة الحيمة لنرى وإياكم بعض اللقطات لهذه العزلة وقرى هذه العزلة. قيل لصاحب الأرض هذه أو صاحب المزرعة، هذه عزلة الحيمة طبعا عبارة عن أودية مترامية الأطراف من القات ومزارع القات، ونحن نعلم أن هذه المزارع تدر أموالا وأرباحا كبيرة، وميليشيات الحوثي تسعى بكل ما أوتيت من قوة لأن تلتهم المواطنين وأملاك المواطنين. هذه المناطق طبعا حباها الله بهذه المناظر الجميلة، بهذه الأرض الخصبة وهذه المزارع التي يعني مترامية الأطراف كما ترونها مشاهدينا الكرام، قريبة ودائما فيها الخيرات، دائما أهلها نوعا ما ميسوري الحال، أفضل بكثير من غيرهم لأنهم يمتلكون مزارع تدر عليهم دخل لا بأس به. هذه قد تكون يعني نعمة عند المواطنين، ولكنها في زمن الحوثي أصبح من يمتلك نعمة تدر عليه مال أصبحت نقمة عليه، و هذا هو ديدن ميليشيات الحوثي وديدن فكر الحوثي أن ينهب ويقتل فقط لا غير، لا يقدم الخدمات، لا يمكن أن يؤمن أن يقول أن هذه المنطقة هي خير وسلام وفيها المواطنون كفونا أنهم مكفونا مؤونة أنفسهم
لم يتضوروا جوعا كبقية المواطنين في مناطق ميليشيات الحوثي. إذن ما هي القصة؟ لماذا الميليشيات الحوثية دخلت إلى هذه المنطقة، منطقة الحيمة، عزلة الحيمة بقراها؟ ما قصة هذا الحشد الكبير من الأسلحة والقتل والحرب لخمسة أيام وقطع التيار الكهربائي وقطع أيضا النت وأكثر من يعني 60 طقم ودبابات؟ نشوف ماذا قالت ناشطة محسوبة على الحوثيين حقيقة، هي التي نقلت القصة، هي التي يعني أعطتنا تفاصيل هذه القصة وأسباب ما حدث أو بداية أسباب ما حدث في الحيمة. فلنستمع إياكم إلى 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 ماذا قالت ونشوف مع بعض ونحكم أيضا مع بعض. الذي في الحيمة المشرف هذا يعني للأسف محاصر الحيمة حاليا وبيقوم بالقصف والضرب على أبناء الحيمة بدون وجه حق، ونزل حملات عسكرية بالدبابات والمدرعات وعشرات الأطقم المصفحة وخنق وحصار للمنطقة وقصف متواصل. طبعا ضحايا للآن بالعشرات من النساء والأطفال، وكل هذا طمعا وجشعا بأحوال القات. الشخص هذا يريد أن يقاسم الرعية أو الراعيين والناس أملاكهم وأرزاقهم في الحيمة بالغصب باسم المجهود الحربي. طيب هذا الكلام من أحد أبناء المنطقة نفسها، يعني أرسل تسجيل صوتي فيقول أن المشرف هذا وأتباعه بالحيمة لهم أكثر من شهرين يستفزوا وينكلوا بأبناء الحيمة ويضيقوا عليهم، واعتقلوا عشرات الشباب ل يعني الضغط بالصلح ويتعدوا على النساء أمام الآبار وفي الطرقات. ولكن المستجد الذي سبب هذا الشيء الذي هو الحصار اللي في الحيمة هو قيام مسلحين هذا المشرف بعمل نقطة أمام منزل أحد من الرعية معه 7 أحوال، وبدأوا يضايقوا عائلته وأفراده وأفراد أسرته. طبعا الرجل هذا معاه أحوال قات، وأثناء ما هذا الشخص مروح يعني أمس لبيته وصل، والمسلحين هؤلاء عملوا نقطة قدام البيت وقال لهم إيش الموضوع وخير. ردوا عليه أنه ممنوع تبيع القات معانا، بلاغ أنك ما تدفع حق المجاهدين. المشرف بيجيب يعني مقاوته ومجابرة ويثمنوا الأحوال ويبيعها ويأخذ حق المجاهدين ويدي لك حقك، يعني يأخذ حق الناس هذا المشرف الوسخ هذا ويبيعها وكأنه مال اللي خلفوه، تمام، ويعطي فتات المبلغ الباقي لصاحب الأرض هذه أو صاحب المزرعة هذه. إذن هذه شهادة لي يعني لو استكملنا بقية الحوار لتعرفوا أن هذه الأخت الكريمة التي سجلت هذه الشهادة هي من المؤيدين لميليشيات الحوثي في 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 المنطقة. ما الذي حدث؟ الذي حدث هو يعني نتاج كارثي لما قامت به الميليشيات الحوثية. حاصرت المنطقة، قتلت 10 أشخاص استشهدوا طبعا نساء ورجال، جرح أكثر من 31 شخص، 144 منزل تم الدخول إلى هذه المنازل وتم نهب كثير من المنازل، دمرت أكثر من 19 منزل طبعا تضرروا، في حدود يقال 16 منزل دمر تدمير جزئي. كثير من الإجرام حدث في هذه المنطقة. لنشاهد وإياكم فقط كيف دخلت هذه المدرعات وكيف دخلت هذه القوات إلى المنطقة، ويعني كيف استباحت المنطقة بشكل عجيب وغريب وبكل قسوة وبكل عنف وبكل إجرام. نشاهد وإياكم هذه اللقطات.
هذه الميليشيات التي لا ترعوي إلا ولا ذمة بحق المواطنين، وتعرفنا على سبب دخول هذه الميليشيات للمنطقة للسيطرة على خيراتها، للسيطرة على القات ومزارع القات الموجودة فيها. يريدون أن يقاسموا الناس أقواتهم، لا بل يأخذوا الثلثين أو الثلاث وثلث أو أقل من الربع للمالك. داهمت في حدود قلنا أكثر من 104 منازل أو 9 منازل، اختطفت إلى الآن 144. طبعا حالة الاختطاف، التعامل مع هؤلاء الناس كأنهم خارجين عن الدين، خارجين عن الملة. طبعا هم سيأتي ما هو البيان الذي أصدرته هذه الوزارة الداخلية الحوثية أو ما تسمى بوزارة داخلية الحوثيين، وهي عبارة عن ميليشيات. أيضا المنازل اللي دخلوها بطريقة عجيبة غريبة، يعني نوع من التنكيل بالناس، نوع من إذلال الناس. الحالات التي وصلتنا كانت بشعة، تمثيل بالجثث، يعني كأنهم يريدون لا نريد لأي شخص أن يقول لنا لا، يعني هاتوا أموالكم، هاتوا أملاككم، هاتوا مزارعكم، هاتوا بيوتكم، وأنتم لا تقولون لا، ومن قال لا قتل. هذه الفكرة، هذا الذي يريد أن يوصل الشعب اليمني إليه الحوثي بهذه الأعمال، والحوثيين بهذه الأعمال الدنيئة والمجرمة. هناك طبعا وزارة ما تسمى بوزارة داخلية الحوثيين أصدروا بيان. تعالوا 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 نشوف البيان، بيان الداخلية الخاصة بالحوثيين. أعلنت وزارة الداخلية الحوثيين أنها لجان العملية الأمنية المشتركة التي تم تنفيذ ضد عناصر إيش؟ التكفيرية في عزلتي الحيمة العليا والحيمة السفلى بمديرية التعزية. خلاص، في ليلة وضحاها أصبحوا تكفيريين. في ليلة وضحاها أصبح هذا المواطن البسيط صاحب المزرعة الذي رفض أن يقاسم الميليشيات الحوثية حقه، أصبح تكفيري، أصبح مجرم، أصبح مخرب، أصبح يعني التهم جاهزة لهؤلاء، على هؤلاء الناس البسطاء. كيف يمكن أن نحمي هؤلاء الناس؟ يعني أننا ننتظر ونرى ميليشيات الحوثي تعبث بمواطنينا، بممتلكات مواطنينا، بهذا الإجرام، بهذه البشاعة، تستخدم كل هذه القوة من أجل أن تقوم بهذا الإجرام بحق المواطنين البسطاء. هم طبعا موجودين في مناطقها. قالت تكفيريين. الغريب في الأمر والعجيب، شيء المتعب في يعني والمزعج حقيقة، أن الذي المسؤول عن هذه الحملة كلها هو المدعو سليم مفلس. سليم مفلس هذا يعني هو معين عينه الحوثيين محافظا لتعز الحوثي، وهو مسؤول عن هذه الحملة ومؤيد لهذه الحملة ومبارك لحملة قتل أبناء تعز. طبعا وهو أحد القتلة المعروفين في لدى الحوثيين، ويعتبر من قياداتهم. في الوقت الذي كانت الميليشيات تقتل المواطنين في الحيمة، هو كان مجتمع في مكتبه بمن؟ تعالوا نعرف بمن مجتمع. شوف فقط هذا المجرم يجتمع بمن. نشاهد بس وإياكم محافظ تعز المدعو سليم مفلس يجتمع بلجنة التحقيق في جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني التي ارتكبها ولا يزال، اسمعوا الكلام، في محافظة تعز. من الذي ارتكب الجرائم في محافظة تعز؟ من الذي يقتل تعز الآن وأنت تسمعه في مكتبك؟ هذه القذائف وهذا القصف المستمر في منطقة لا تبعد عن مكتبك أكثر من 2 أو 3 كيلومتر مربع، وأنت تجتمع بلجنة تحقيق لتحقق عن الجرائم وأنت ترتكب جرائم، شيء يعني شيء عجيب، شيء غريب، شيء ما يعني مفارقات عجيبة غريبة تقوم بهذه الميليشيات وقياداتها المختلفة. الناس يقتلون، الناس تنهب بيوتهم، الناس يتم تمثيل جثث بالناس الذين تم الوصول إليهم وقتلهم في مناطقهم، وأنت تجتمع بلجنة بما تسمى لجنة التحقيق. نشاهد وإياكم فقط بعض الشهداء الذين تم التمثيل بجثثهم وبعد معركة، وننظر كيف دخلوا مزارع القات وكيف يقطفون القات. بس فقط ركزوا معنا مشاهدين الكرام، أنا أريد فقط شهادتكم أنتم لتكونوا شهود على هذا الإجرام.
أهم شيء أنهم يصلون إلى مزارع القات ليتنعموا بخيرات هذا الوادي. هذه بعض عناصر ميليشيات الحوثية، وعندما وصلت وقتلت بعض المواطنين ودخلوا إلى مزارعهم. الشيء العجيب الآخر أنهم لم يكتفوا بذلك، ولكنهم رقصوا على جثث الشهداء، رقصوا على أنات الثكلى من النساء، رقصوا على آلام المواطنين في هذه المنطقة. ماذا فعلوا هؤلاء الناس المجرمين حقيقة؟ قاموا أتوا بما تسمى قناة اليمن الحوثية ونزلوا ليصوروا في مناطق الحيمة، وأتوا بمطبلين وأتوا بعبيد لهم يتحدثون ويباركون هذا القتل ويباركون هذا الإجرام. ويعني شيء هذا طبعا احنا تعودنا انهم يرقصون على الأشلاء، وتعودنا انهم يرقصون على قتل الناس، عندما يقتلون الآخرين يأتون ويرقصون ويقومون بما قاموا به يسمى الشكر، يعني احتفالية الشكر، هم يحتفلون بالشكر على جثث وأشلاء الناس والمواطنين وأخذ أموالهم. تعالوا نشاهد وإياكم كيف عكست بما تسمى قناة اليمن الحوثية هذه المشاهد، وماذا يقول هؤلاء الناس لكي نفضحهم على الهواء، ونعرف أن هؤلاء زنابيل لا يسوون شيء أمام الدماء التي سالت، ولكن التاريخ سيحاسبهم ولن يتركهم أحد. نشاهد بس وإياكم كيف يعبون هؤلاء الناس، وماذا يقولون على بعض أهليهم الذين قتلوا على أيدي الميليشيات الحوثية. نشاهد هؤلاء الرعاع الذين العبيد كما يمكن أن نسميهم فقط. واحدا بالقضاء عليهم والتصدي لهم، كلنا جميعا نتبرأ من أعداء الله، وما هم إلا أذنابا لأمريكا وإسرائيل، وما تلك القوى التكفيرية إلا صريعة أمريكا والصهيونية العالمية وأذنابهم. نحن أبناء الحيمة العليا والسفلى، نؤيد الحملة التي خرجت طاهر النجشين. أنا بصراحة أخي أحمد، بالله وقف لي صورة الاثنين، جيب لي صورة الأول أولا الذي قال إنهم تكفيرين. نعيد مرة ثانية ولو أنه الوقت، نشوف الشاشة مع بعض. هذا قال تكفيريين، وقال إنهم أذناب، إنهم يعني رعايا أمريكيين، يعني شيء، وإنهم أمريكيين. هذا طبعا من منطقتهم طبعا، لكنه زنبيل الحوثي سيداس في قادم الأيام، سيداس لا محالة. ممكن نسمع صوته مرة ثانية إيش يقول، بس مرة ثانية نسمعه. واحدا بالقضاء عليهم والتصدي لهم، كلنا جميعا نتبرأ من أعداء الله، أعداء الله، وما هم إلا أذناب لأمريكا وأذناب أمريكا وإسرائيل، وما تلك القوى التكفيرية وقوى تكفيرية أمريكا والصهيونية العالمية، وأمريكا والصهيونية عالمية. نحن أبناء، وهذا الشيء بدل ما يعني بدل ما يكون ناطق بالخير الحملة، وهذا يطهر النجسين، قال يطهر إيش؟ يطهر النجسين، يعني كانوا أبناء منطقته نجسين، وعندما قتلوا تطهروا. يعني أنتم فقط أريدكم أن تحكموا على مثل هؤلاء الزنابيل، هؤلاء الذين يتم يعني الزق بهم في مثل هذه ليكونوا شهود زور كما يقال، شهود زور على هذه الأشلاء، على هذه الدماء، على هذا الإجرام المستمر. معنا من تعز العقيد عبد الباسط البحر المتحدث، نائب رئيس التوجيه المعنوي لمحور تعز، لقيادة محور تعز. أخي عبد الباسط، السلام عليكم ورحمة الله. العقيد عبد الباسط، انت معي؟ الشباب هل موجود؟ إذن يعني معنا، احنا نتحدث عن منطقة طبعا الحيمة، في ناس كثير ما يعرفوا الحيمة، في ناس كثير ما يعرفوا اين تقع هذه المنطقة. هذه المنطقة تقع في الشمال الشرقي لمدينة تعز، بين تعز وإب، وبعيدة عن يعني نقاط التماس بين، نشاهد وإياكم الخريطة فقط لنعرف نوضح أكثر، بعيدة عن نقاط التماس بين قوات، هذا اللون الأخضر طبعا هو قوات الجيش الوطني، والحيمة بعيدة عن موقع قوات الجيش الوطني. ولذلك أعتقد أن نحن نريد أن يكون معنا الأستاذ العقيد عبد الباسط البحر. هل معنا لا زال يا شباب؟ أخي عبد الباسط، السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله وبركاته. يعني حدثنا حقيقة بشكل سريع، يعطيك الصحة والعافية، عن كيف يعني تفاعلتم مع ما حدث في الحيمة؟
أخي الكريم، منطقة الحيمة طبعا هي تقع في عمق المناطق التي يسيطر عليها الحوثي. طبعا في تعز الحوثي يسيطر على 5 مديريات، اللي هي مديرية شرعب السلام وشرعب الرونة ودمنة خدير وماوية والتعزية، وهذه منطقة أو عزلة الحيمة تقع معروف في شمال مديرية التعزية بأطراف محافظة تعز مع محافظة إب. هل كان عندكم كان عندكم علم إنه سيكون هناك مواجهات أو في نوع من التضييق على المواطنين من قبل؟ طبعا التضييق في كل مكان، ليس في الحيمة فقط، كل المواطنين. يعني عملية هذه العملية الإجرامية كان عندكم علم عليها؟ لا طبعا هذه عملية اخترعت الميليشيا مبررات واهية ومتناقضة في البداية قالت انها تبحث عن احد المطلوبين الامنيين، ثم عادت وقالت ان هناك تنظيم داعش والقاعدة يتواجد في هذه المنطقة، وهو العذر اللي تستخدمه لارهاب اليمنيين وتفجير بيوتهم واحتلال منازلهم ومصادرة اراضيهم واموالهم. وايضا عادت وقالت انه هناك مواقع للجيش والمقاومة داخل بعيد المنطقة. غير صحيح. طيب كيف أنتم يعني ما قدمتم، هل قدمتم شيء معين، هل يعني أم كنتم بعيدين كل البعد عن مسرح العمليات تماما؟ طبعا الجيش الوطني لا يستطيع، يعني لأنه ذكرت لك المسافة بعيدة عن المناطق التي يتواجد فيها الجيش الوطني، وأيضا لا يملك الجيش الوطني وسائل جوية أو كذا لإمداد المحاصرين وإنزال جوي ومظلي لهم وغيره. ولذلك وصلت الجيش تظل يعني محدودة ولا تستطيع الوصول إلى هؤلاء المحاصرين والمظلومين داخل مديرية الحيمة. وصلت الفكرة. طيب هل في يعني جرحى أو نازحين وصلوا إليكم؟ نعم، النازحين وصلوا خلال المواجهات السابقة إلى تعز، وأيضا بعض الذي تمكنوا من الفرار الآن خلال الخمسة الأيام هذه الماضية. نعم، الذي استطاع وتمكن من الفرار من الأسر الناجية وغيرهم وصلوا إلى تعز، إلى مدينة تعز. عندنا معلومات، وذكرت لك أنه هناك طبعا أعداد كبيرة في المرات السابقة وصلت إلى تعز. عندنا معلومات أنه الآن في احتمال في عملية قادمة بيوصلوا إلى 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 شرعب الحوثة، انه عمليه عسكريه ستصل الى شراب اخرى، لانه في عندهم برضو عندهم اشياء اخرى يريدون تحقيقها. طبعا هم مسيطرين على الوضع، لكن هم المناطق هذه اصلا ذكرت لك انها تحت سيطرتهم، هي تحت السيطره البعيده، لكن لحد الان لم يسيطروا على نعم الاقتحامات للبيوت والمنازل والمزارع والمصادرة للأموال وإهانة المواطنين ويعني انتهاكات للأعراض وللأموال ونهب للمدخرات بهذه الصورة. نعم، الآن بدأوا باتجاه عزلة الزواقر. اليوم تحركت عدة أطقم ومدرعات عسكرية لأفراد الميليشيات الإنقلابية، أطقم متمردة طبعا لا تتبع الميليشيات الإنقلابية المتمردة المدعومة إيرانيا، باتجاه قرى الزواقر، وهي أيضا آخر عزل مديرية التعزية باتجاه شرعب والعدين وغيرها. نشوف الزواقر بس شباب، نشوف الخارطة الله يعطيكم الصحة والعافية. تفضل. نتوقع أن تستمر الميليشيات في مداهمة القرى والعزل، وخصوصا المناطق التي تريد اتخاذها مراكز تدريب لها أو تمويه لأسلحتها أو تستخدمها أيضا في يعني موارد وجبايات. أكيد. طيب يعني نحن عاجزون، نحن يعني بشكل مختصر نحن عاجزون عن حماية مواطنينا الذين تحت سيطرة الميليشيات الحوثية. نحن غير عاجزين، نحن أقوياء وقادرين، لكن الإمكانيات هي التي غير متوفرة. يعني لو وجدت الإمكانيات
لحررنا اليمن بالكامل وليس الحيمة فقط، ونحن قادرين على التحرك وقادرين على يعني تطهير اليمن بالكامل إذا توفر القرار السياسي وتوفرت ظروف الموقف المناسبة وتوفرت الإمكانيات اللازمة لتنفيذ المهام بنجاح. العقيد عبد الباسط البحر، أنا شكرا جزيلا لك، سنتحدث في قادم الأيام إن شاء الله بإذن الله تعالى عن استعداد التعز لحماية نفسها وخاصة المناطق التي تعتبر يعني محررة. شكرا جزيلا لك، وسنتواصل معك في حلقة قادمة. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، معنا يعني نعود مرة ثانية للخارطة لنتحدث حقيقة، لأنه فعلا في معلومات وردت من الميدان أن هناك تحركات للميليشيات الحوثية، وكما أكدها الأخ العقيد عبد الباسط بالذهاب إلى الزواقر، منطقة الزواقر، ومن ثم الوصول إلى مديرية شرعب السلام. طبعا الذي لا يعلم، هناك الكثير من المناطق تعتبر تحت احتلال الميليشيات، لكن الميليشيات لم تصل إليها، يعني تعتبر بعيدة. الميليشيات تحتل المراكز ولكن لا تحتل كل القرى، ليست لديها القدرة على احتلال القرى، لكن عندها أسلوب أو برنامج عمل. يعني المنطقة التي فيها إيرادات، فيها المنطقة التي فيها مزارع، المنطقة التي فيها ربما المشرفين يلقون فيها ما يريدون، يستطيعون يعملون المستحيل لأن تكون بحوزتهم وأن تكون تحت قبضتهم. معنا الوكيل نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان. أستاذ نبيل، السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وتحية لك ولجميع السادة المشاهدين ولضيوفك الكرام. يا أخي نبيل بعقالة حقيقة، يعطيك الصحة، هل فشلنا في إيجاد من يساندنا معنويا في ما حدث في الحيمة؟ لم نجد إلى الآن حتى تنديد، يعني إيش ما هي المشكلة؟ هل المشكلة من عندنا أم المنظمات الدولية؟ دعنا نكون يعني واضحين في هذا السياق. يبدو أننا في هذه الفترة بالفعل نعيش حالة من خيبة الأمل مع كثير من المنظمات الدولية التي أثبتت أنها فقط تتهافت على ما تقوم به من دور في اليمن في إطار عملية إغاثية، عملية إنسانية، بقدر ما يقدم لها من أموال. يعني كما لاحظت بعض المنظمات الدولية فيما يخص القرار بتصنيف الحوثيين كجماعة إرهابية، هناك منظمات قامت بتصدير بيانات تتحدث عن أن هذا القرار. أخي يعطي عشان الوقت ما في عندي وقت والله العظيم. الآن المنظمة الدولية، ما لم نجد منظمة قالت إن ما يحدث في الحيمة يعني إجرام بحق المواطنين وإذلال بحق المواطنين ونهب لبيوت المواطنين واستهداف للأبرياء العزل. هو بالفعل حتى الآن لم يحصل. هل أنتم رفعتم مذكرات بهذا الهدف؟ هل رفعتم مذكرات؟ نحن عدينا تقرير أولي، بل ونعد حاليا في وزارة حقوق الإنسان إلى ملف متكامل، يعني سينشر على المستوى الدولي، وستكون هناك بعد ما كملوا الجماعة وقتلوا أكثر من 10 وأسروا 144، لسه إحنا بنعمل بيان. لا، البيان قد صدر والقرارات صدرت، لكن نحن نعد الآن لمعرض صور وملفات دولية تقدم إلى كل الجهات. يا أخي أستاذ نبيل، أين ليز جراندي؟ ليه ما بكتش ولا نزلت دمعة مثلا؟ أقل حاجة اتصلوا فيها تلفون. لأنها مشغولة بالجانب الإغاثي والإنساني. اتصلوا بقول لها في ناس قتلوا ودمرت بيوتهم ونهبت وهتكت أعراضهم في هذا أقل حاجة تنزل دمعة، يعني ملأت شوارع صنعاء دمع، يعني بكت في كل شارع في صنعاء. بيان وزارة حقوق الإنسان أدان هذا الصمت حتى الآن، ونحن كما قلت لك نطالب المجتمع الدولي الآن بموقف جاد أمام جريمة إبادة جماعية تعتبر من أعلى الجرائم الإنسانية في التاريخ. أخي نبيل عبد الحفيظ، وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. نحن يعني هذه ستطول المسألة حقيقة، حتى أن جريفيث عندما زار عدن كان الإجرام الحوثي موجود في الحيمة. مشاهدينا الكرام، هذا يعني نحن يجب أن نقف أمام هذا الموضوع. نحن ربما لمينا بما حدث في هذه المنطقة، ونشوف إياكم يعني هذه ختام ما قامت به الميليشيات الحوثية.
هذا الحوثي أحد عناصر الميليشيات الذي وصل إلى نهاية الوادي بعد أن قتلوا الناس وشردوا العديد من الأسر ودمروا الكثير من البيوت. طبعا في بيوت كثير دمرت لكننا لم يعني نعرضها في هذا الموضوع. لكن هذا الشخص الأخير الذي اتصل تلفونيا يقول لا انتهت المهمة وأصبح الوادي تحت قبضتنا. هذه الفكرة الرئيسية أيها المشاهد الكريم، أريدك أن تحكم أنت كيف يمكن أن تسمح لهذه الميليشيات أو لأي شخص أن يأتي إليك ويفرض عليك ما يريد ويملي عليك ما يريد ويأخذ حقك بالغصب. هذه قضية الحيمة، ويجب أن لا يسكت الجميع، ويجب أن على وزارة حقوق الإنسان أن تقوم بما عليها، ويجب على الجيش في تعز أن يكون حاضر ويعرف تماما التحركات الحوثية، وهناك استخبارات ترصد التحركات الحوثية ونواياها قبل أن تقوم بها. هذا الذي يجب أن يكون، ويكون حاضر في مشهدنا ونصحح أخطائنا حتى نتعلم، حتى لا يروح ضحايا من المواطنين الأبرياء البسطاء بطيش حوثي أو بطيش أحد المشرفين يريد أن يسيطر على المنطقة، أو بتوجيهات يريد أن المزيد من المال والمزيد من الجبايات. مشاهدي الكرام، قبل أعتقد يوم الأربعاء الماضي احترق منزل في عدن وفقدت أسرة كاملة. الناشط أحمد نصيب وابنه ماتوا، لكن وصلت وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الوسائل الأخرى قالت يعني استهدت حالة من الصمت مدينة عدن يوم الأربعاء عقب احتراق أسرة كاملة بسبب اندلاع حريق، وأودى الحريق بحياة أسرة كاملة في حي سوق الكدر بكريتر. وكشفت المصادر والمعلومات لصحيفة عدن الغد، نحن نأخذ الخبر من عدن الغد كأحدى الصحف، أن الأسرة تعرضت لاحتراق داخل منزلها بكريتر عصرا، دلع الحريق. نشوفوا إياكم فقط حريق، طبعا هذا ليس الحريق الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع ولا الخامس ولا السادس في عدن، يعني في كثير، هذه مدينة تتعرض للكثير من الحريق. نشوفوا إياكم من الذي كيف الحريق، ومن الذي قام بإطفاء الحريق، وكيف تعامل الناس مع الحريق، وأين هي الدولة من هذا الحريق. نشوف إياكم هذه اللقطات لما حدث في عدن. يعني نشاهد وياكم حالة من الهلع، حالة من الارتجال بشكل عام من قبل المواطنين، من قبل الشباب، كل واحد يريد أن يقوم بدوره حسب ما يتخيل أن هذا الدور سليم ومناسب للتعامل مع هذا الحريق. يعني لم نرى حقيقة لا سيارة إسعاف ولا سيارة إطفاء، ولم نرى حتى ملابس للذين رجال الإطفاء كما يمكن أن نقول عنهم، وكلنا كنا نتابع بحزن وألم وحرقة، وزعلنا كثيرا عندما قالوا أسرة بالكامل احترقت داخل هذا المنزل. الصحافة تناولت الموضوع، أسرة احترقت والبيت احترق وانتهى الموضوع ولا كأنه حصل شيء، لكن هذا تكرار مستمر. لم نرى إلا هذه يعني المواطنين بشكل عشوائي وبشكل بدائي جدا، يعني سلالم، خراطيم ما مشبوكة مدري من فين الله يعلم، أشياء كثيرة. يجب أن نقف أمام هذه الأحداث، أمام هذه الكوارث، يعني مش نناقشها ونعرف أسبابها ونعرف الحقيقة، أين تكمن الحقيقة، أين يكمن الخلل. يسرنا أن يكون معنا النقيب سلطان سالم نائب مدير الدفاع المدني بعدن. نقيب سلطان، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيك الصحة والعافية. رأينا ما حدث، خبرنا عن هذا الحريق اللي في عدن حصل في كريتر، إيش قصة الحديث الحريق وكيف تعاملتم معه؟ أولا نشكر قناة عدن الفضائية على هذا التوضيح والاهتمام بهذا الموضوع. وبالبداية نقول لكم الحريق كان الساعة 3 العصر. استلمنا بلاغ من مواطن الساعة 3 العصر، وعلى ضوء البلاغ تحركت سيارة الدفاع المدني إلى موقع الحريق، وتم إخماد الحريق وانتهى الحريق في إخماده الساعة 4:30. ثم عدنا إلى الموقع وأقال لنا البلاغ الثاني من قائد المركز كريتر يقول إن الحريق عاد مرة أخرى. ورجعنا إلى موقع الحريق مرة أخرى الساعة 4:30، وتم إخماد الحريق بشكل كامل إلى الساعة 7. خلصنا إطفاء الحريق والمواطنين موجودين، عاق الحارة موجود، والكل يشاهد سيارات الدفاع المدني وهي شغال، سيارة الإسعاف موجود، احتياط جبناها. وسألنا بعد إخماد الحريق، سأل ضابط النوبة وقال في شيء، قالوا ما في أي حد كان. وفوقينا الساعة 9 مساء يبلغون احنا انه الحريق عاد، رحنا الى هناك وطلعوا اصحابنا الساعة 9. الساعة 9 مرة ثالث. الساعة 9 ايوه الساعة 9 ثالث مرة، هذه ثلاث مراحل. من اين ياتي الحريق يعني؟ من اين ياتي الحريق؟ على ثلاث مراحل، شوف انا اوضح لك. الحريق ثلاث مراحل، مش زي ما تدعي الصحف او يدعي اي انسان كان. انت الان لو تشاهد الفيديو الموجود، او انا على استعداد ارسل لك بالفيديو الموجود. الفيديو الموجود الساعه 3 اعتقد 3:30، التصوير الفيديو الموجود 3:30 لم نجد بدايه. أيوة الحريق. أيوة بدايه. أيوة الحريق. نعم ايوه بدايه الحريق هذا. نعم ايوه. وتم اخماده الى 4:30، اخماد الحريق بشكل كامل. اللهم استقف تيبو من الديكور، واحتد بدات الدخان ترجع ثاني مره، وبلغونا احنا عدنا إعادات ثاني مرة. أيوة بعد أخمدنا الحريق كل حاجة، واستشفنا الساعة 9 بالبلاغ الثالث إن موجودين أعلى الموجود البيت. عندك فكرة بسبب الحريق؟ أسباب الحريق، شوف هذا قيد البحث الجنائي. طيب كويس. نحن اللهم نحن نخمد الحريق. طب الذين راحوا وأخمدوا الحريق ما شافوا لا أطفال ولا جثة ولا حريم ولا رجال؟ لا انا اقول لك الصراحه لا، لانه سالنا نحن بعد ما نخلص اخماد الحريق كل حاجه، اخلينا السكان اللي فوق كامل اختلوا، مواطنين ساعدوا نحن باخلاء المواطنين. ما حد اتكلم انه هذا شقه فلان، ما خلنا انه موجود هذا يا اخي، ولا نحن نعلم الغيب. طيب انه موجودين شخص، السقف فلت فوقهم. يعني السقف فلت فوقهم مره ثانيه ولا ما مره ثانيه؟ ما اعرف هذا الكلام. بالمره الثالث يعني المرة الأولى كانوا موجودين يعني؟ المرة الأولى نحن أول ما قلنا اختلت السكان كامل والمواطنين كلهم موجودين، قالوا ما فيش أي حد، أخلوه كامل السكان كامل. هل التقيتوا عبر السلالم عبر النوابل؟ هل حد التقى مثلا بسكان هذا المنزل قبل في الحريق الأول؟ طبعا جاء واحد من جيران السكان عنده محل هناك، قال عندنا للموقع وطلب تقرير وشرحنا له كامل، وقال ايوه نحن كنا موجودين، ما نعلم بهذا الكلام، حق الحارة موجود، حق الحي. طيب وقال ما في شيء حد. انتم اخذتم الحريق الاول يعني؟ الحريق والحمد لله، وخرجناهم وسعفناهم بسيارة الدفاع المدني، سيارة اسعاف. اسعفتم من؟ سيارة الدفاع المدني، وانقلناهم للمستشفى. اسعفتم الاب والابن والزوجة؟ الأب والابن وزوجته. أسعفتهم في المرة الثانية ولا المرة الأولى ولا المرة الثالثة؟ بالمرحلة الثالثة، وليس بالأولى ولا بالثانية، في الثالث. المرحلة الثالثة. وكانوا قد انتهوا أم أيوة كانوا قد انتهوا أم عادهم لسه أحياء؟ طبعا لا، نحن خرجناهم والسقف فلت فوق الناس، طبعا بيموتوا، أن العمارة قديم، بناء قديم جدا. يعني ماتوا الثلاثة. ايوه ما هي يعني ايش الذي هل في نواقص عندكم على السريع كذا؟ هل عندكم نواقص؟ عندكم حاجات يعني كانت غير متوفره؟ غير متوفره بشكل واضح. ايوه الفرقه موجود عندنا، الفرق موجود الحمد لله،
الرجال أنا نحن شوف عملنا عمل إنساني في الأول والأخير. نعم. نحن خدمة. نعم. الوطن والمواطن. والناس كلهم معكم والناس كلهم معكم متفاعلين معكم. والحمد لله أقسم بالله العظيم نحن شوف أقول لك كذا نكون صريحين اشتغلنا نحن في فترة الحرب كاملة. لا لا خلينا ولا كان يوجد الآن أي الآن مركز شغال الآن 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 الله أنا نحن نقل ونقدر كل جهودكم حقيقة لكن خلينا في هذه الجزئية يعني هل في حاجة كنتم بحاجتها في وقت الحريق مش متوفر معكم مثلا نحن شفنا سلالم سلالم شهادة الحريق سيارة سلم سلم أيوة الذي تطلع إلى الدور الثاني الدور الثالث الدور الرابع كنا محتاجين ولكن واجهنا صعوبة كبيرة جدا لم تدخل السيارة السلم لأن السيارة السلم حقنا كبير ما تدخل الشوارع دي سيارات المواطنين بالجنب هذا وبالجنب الثاني يعني بحاجة كنتم أنتم بحاجة لسيارة أصغر بحاجة لسيارة أصغر صح؟ أيوة أخي سياراتنا سيارات الدفاع المدني من 10 متر و 12 متر سيارات كبيرة جدا شوارع عدن صغيرة جدا أنتم تعرفوا هذا الكلام نعم نعم السيارة ما نقدر ندخل الشوارع لو في سنتين سيارات أما بالنسبة ما نقدر ندخل نحن والله في أشياء في هنا في أشياء غامضة فعلا يعني في أشياء غامضة بالنسبة للفقد الأسرة نحن نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا على الإيضاح وأتمنى أن يتم أن الأخ المحافظ يعني ينظر أيضا للدفاع المدني كأهمية قصوى في عدن نظرا لازدياد عدد الحريق نظرا لاحتياج المهم في هذا الجانب شكرا النقيب سلطان سالم نائب مدير الدفاع المدني بعدن لك كلمة أخيرة تريد أن ترسلها لأحد من المسؤولين أو من المؤسسات والله نشكر أول مرة قناتكم على استضافتنا والتوضيح بهذا الشكل كامل للمواطنين والناس الذي زيفوا حقيقة وزيفوا مجهود الدفاع المدني ورجاله الذي قاموا بعملهم بواجبهم الإنساني وكما نقول نحن نلفت الأخ مدير الأمن الجديد الآن والأخ المحافظ أن يوقفوا لجانب الدفاع المدني ونحن تقدمنا للأخ المحافظ برسالة مقابلته ولم نقدر نقابله إلى إن شاء الله تقابله إن شاء الله بعد هذا البرنامج نحن ندعو سعادة المحافظ أن يقابل الإخوة في الدفاع المدني ليعرف متطلباتهم واحتياجاتهم ويرفع فيها إلى الجهات الاختصاص لأن الموضوع مهم جدا جدا سؤال أخير أنا بصراحة لازال في رأسي يعني لماذا لم تمنعوا أحد من دخول وإلا هذا الموضوع ليس من اختصاصكم الدخول إلى وين؟ إلى 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 المبنى بعد أن تم إخماد الحريق الأول. يا أخي أنت شفت الفيديو نحن ما قدرنا نأدي واجبنا بالشكل الصحيح. يعني أفرادنا ما قدروا يأدوا واجبهم بالشكل الصحيح من كثرة المواطنين كل واحد يشتغل. الناس كانوا متحمسين يشتوا يعملوا بس الطريقة عملها كان غلط. نزل معكم طاقم الجهة الأمنية نزلت معكم في هذا الجانب أقل حاجة تمنع المواطنين. الجهة الأمنية نزلت علينا مؤخرا شوية ولكن لم يقدروا يسيطروا معنا على الموقع. شكرا جزيلا النقيب سلطان سالم نائب مدير الدفاع المدني بعدن شكرا جزيلا لك. مشاهدينا الكرام حقيقة شيء يعني محزن 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 جدا. ثلاث مرات وإلى الآن لا يعلمون هل قالوا انه لسه لم يفقد تفقد الاسره في المره الاولى لا احد يدري هذا رحمه الله عليه ناشط احمد نصيب وابنه الصغير وزوجته ايضا توفوا حسب ما اقول كان عندنا معلومه انه الزوجه لم تموت لكن حسب تاكيد النقيب سلطان انهم ماتوا الثلاثه رحمه الله عليهم رحمه الله عليهم و هذه مشكلة من من المواطنين الكرام الذين يحبون أن يقدموا عندما تأتي هذه قوات الدفاع المدني يجب أن نبتعد يجب أن نعطي كما يقال الخبز الخباز كما يقال نعطي للدفاع المدني فرصة لأن يقوم بمهامه الآن نائب رئيس نائب مدير الدفاع المدني يتكلم يقول المواطنين أيضا كانوا معيقين لنا في عملنا أيضا إذا كان موت الأسرة بعد إخماد الحريق الأول فهي كارثة عندما يتم يعني احتراق مكان فممنوع منعا باتا أن يعود أحد أو يقترب أحد من هذا المكان ممنوع تماما يعني يجب على إدارة الأمن الجهة الأمنية أن تحرز المكان تماما كيف تسمح أن تعود الأسرة إذا كانت الأسرة عادت ومن ثم سقط السقف عليها للمرة الثانية
وبعد ذلك المرة الثانية والثالثة، شيء حقيقة في شيء في هذا الموضوع. احنا يجب أن نعرف الحقيقة، وفي هذا البرنامج نريد أن نوضح الحقيقة كما هي، نحاول بما نستطيع وبالأدوات التي نستطيع. صحيفة من الصحف بعد انتهاء هذا الموضوع يعني، وأيضا موقع من المواقع، كثير من المواقع تناولت إنه القصة مش قصة احتراق أو حريق، لا، القصة فيها تعالوا. كشفت مصادر محلية عن معلومات جديدة في جريمة الحريق الذي تعرض له منزل المواطن أحمد نصيب بمديرية كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، والذي أدى إلى وفاته مع زوجته وطفله وليس طفلته وفقا للرواية الأمنية. المصادر أكدت أن النشط الحقوقي نصيب تعرض لجريمة قتل بالرصاص الحي هو وزوجته وطفله وسط الشقة من قبل عناصر مجهولة. كلام ثاني مختلف، هذا الكلام يعني في إن في حقيقة يعني شيء مفزع. نحن كأنه يريد أن نخوف الآخرين أن هناك يعني جريمة حصلت لهذه الأسرة، ومن ثم قام بإحراق المنزل، ومن ثم حتى يخفي هذه الجريمة. يعني شيء يحتاج إلى المعرفة، يحتاج إلى أن نعرف الجهات الأمنية ماذا تقول في هذا الجانب، هل تم البحث، هل تم التقصي، هل هناك يعني بحث في الجثث نفسها، يعني هل قدمت للطبيب ليعرف أصل القصة، هل ماتوا بالحرق أم ماتوا قتلا، لا نعرف. طبعا أنا لا أؤمن بما تتناوله مواقع التواصل، مواقع الإخبارية، المواقع الإخبارية هذه حقيقة يحتاج واحد ألف مرة عشان يتأكد من خبر. معنا العميد عبد القوي باعش، مدير دائرة العلاقة العامة والتوجيه المعنوي بوزارة الداخلية. العميد عبد القوي، السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام، أسعد الله مساك أخي فؤاد ومساء المشاهدين جميعا. وعان الله الجميع إن شاء الله، عان الله الجميع. أقول لك يعني بالحريق الذي حدث في كريتر، كان حريق عادي وتناولناه كالس أنه حريق عادي، فجأة بعض المواقع الإخبارية تناولت أن المسألة ليست حريقا ولكنه كان بما يشبه جريمة قتل، أتى وقتل الأب والابن والزوجة ومن ثم تم إحراق المنزل. نريد أن هل هناك حقيقة لهذا الموضوع؟ ما حقيقة ذلك؟ هل تؤكدون أم تنفون أم هذا مجرد افتراء وهراء، ويريد من يريد أن يروج لي لمثل هذه الأشياء؟ أخي العزيز، أولا نترحم على يعني ضحايا هذا الحريق، ونسأل الله أن يتقبلهم يعني في جنان خلدة. نعم. بالنسبة لموضوع الحريق، طبعا يعني عندما تم إبلاغ الجهات المعنية بالحريق تحركت على الفور يعني قوة الدفاع المدني. نعم، كان معنا قبل قليل، كان معنا قبل قليل النقيب. نعم. أنا سمعت الأخ النقيب سلطان. نعم، يعني اولا يعني لازم يعني نفهم طبيعه المنطقه اساسا. طبيعه المنطقه هي طبيعه يعني مزدحمه بالسكان ومزدحمه بالسيارات والبطات، وهذا الامور كلها طبعا تعيق يعني مفهوم. عمل الدفاع أنا المدني. انا اسالك في جزئيه فقط، الجزئيه الامنيه. يعني انا على فكره في شيء واحد، هل الـ يعني جثث الضحايا هل تم الكشف عليها؟ الـ 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 بالنسبة لنا نحن في وزارة الداخلية يعني عملنا هو يعني ضبطي فقط يعني في هذا الجانب. يعني قامت الأجهزة الأمنية يعني بالـ يعني التحقيق وأخذ الاستدلالات الكاملة لهذا الحادث، وتم يعني تحويل الملف الى البحث الجنائي والنيابة لاتخاذ الاجراءات، وهي من تحدد يعني ملابسات هذا الحادث. نعم، يعني الان فقط تم تحويل الملف الى النيابة وانتهى الموضوع. ها، لا، ما انتهى الموضوع اخي فؤاد. لازم نحن يعني نحترم النظام والقانون. ممتاز. مهمتنا في وزارة الداخلية
وأجهزتنا الأمنية المختلفة. كان في يعني القيام بالعمل المناطب هذا فقط، لا نتدخل في 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 في, في مسألة يعني عمل النيابة ومسألة عمل القضاء. ممتاز. يعني طيب حتى يكون هناك عدم التداخل في الصلاحيات في في, في في جزئية معينة، وهي جزئية أن المواطنين فعلا أعاقوا عمل يعني وجود المواطنين، شيء إيجابي أنهم يتفاعلون وخاصة في بداية أي حريق، لكن عندما يأتي الدفاع المدني تكون قوة أمنية تعمل على يعني إعطاء المساحة والفرصة للدفاع المدني أن يقوم بمهامه. الأجهزة الأمنية أخي العزيز قامت بدورها، ولكن مثل ما شرحت لك في البداية يعني موقع الحادث هو موقع أساسا موقع زحمة، موقع يعني ضيق جدا. أضافة اسمح لي أضافة إلى وقوف سيارات يعني أغلب مثلا مالكية مش موجودين في نفس المكان أو حطها وراح يعني يقضي حاجته من أي محل آخر، أو يعني هناك مشكلة في هذا الجانب، والأجهزة الأمنية قامت بدورها ولا يمكن يعني تقصر في دورها في هذا الجانب. نعم. مثل ما شرح لك النقيب سلطان هم قاموا نعم. بواجبهم مفقد. أضافة إلى شيء آخر يعني المواطنين اللي كانوا موجودين في الحارة واللي يعرفون السكان هذا لا كان مفترض أنهم يبلغون عن يعني وجود أشخاص يعني لا زالوا داخل المبنى حتى يتم التعامل مع هذا الجانب. نعم. يعني بعض المواقع التي تتناول الخبر من أين حصلت على معلومة أن احتمال تكون جريمة قتل؟ يعني يا أخي العزيز يعني السباق الحدث استباق الحدث يعني أيوة استباق يعني إجراءات الدولة ومؤسساتها المختلفة يعني شيء يعني بصراحة شيء غير مقبول. يعني يفترض أنه المواقع هذه أو حتى المواطنين ينتظرون الأجهزة الأمنية والأجهزة القضائية تأخذ يعني مجراها وتوضيح يعني سبب يعني نعم. الحريق هذا. شكرا جزيلا العميد عبد القوي باعش مدير العلاقة العامة التوجيه المعنوي في وزارة الداخلية. هي كلمة مهمة فعلا أنه وسائل الإعلام لابد أن تكون مرتبطة بوزارة الداخلية وبيانات وزارة الداخلية والمكاتب المختصة حتى تكون المعلومة حقيقية. شكرا جزيلا لك. مشاهدي الكرام، رحمة الله على يعني على الأسرة التي استشهدت في هذا الحريق، وحقيقة هناك كثير من الأشياء يجب أن تكون واضحة في هذا الموضوع. حاولنا أن نوضح أولا أهمية أن يكون الدفاع المدني حاضرا في مثل هذه الحالات، أيضا اللبس الذي حصل أو الاشتباه الذي حصل في مسألة هل قتل أم أحرق، هذه تحتاج إلى وقت حتى يتم التأكد من ذلك، لكن لابد أن نأخذ من كل المعلومات ونعرف الحقيقة ونواجه فيها الجهات المختصة في هذا الجانب حتى نفهم أكثر. رحمة الله على الشهداء، تم طبعا تشييع الضحايا الناشط أحمد نصيب وعائلته بالأمس، ونشاهد وإياكم مقاطع لمسألة حالة تشييع المواطنين لهذه الأسرة التي فقدت في هذا الحريق، وهذه بعض المشاهد للأسرة التي فقدت في هذا الناشط رحمة الله عليهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى ألا يري أحدا مكروه، وألا يري عدن أي مكروه، وأن نحفظ ويحفظ الله سبحانه وتعالى كل اليمن من هذه الكوارث، وخاصة كوارث الإحراق، وهم آمنين في بيوتهم، وأن تكون أجهزتنا الأمنية وأجهزتنا الدفاعية يقظة وحاضرة بقوة. شاهدينا.
شهد الكرام، كرامة المرأة في الميزان الحوثي، اختطاف وتعذيب واغتصاب لم يشهد التاريخ اليمني مثل هذا الإجرام قط. في سابقة لم يعرف اليمن لها مثيلا في تاريخه، تبلدت المشاعر وسودت القلوب وغادرت الأخلاق والإنسانية والحياء والمروءة والقبيلة والعادات والقيم. ماذا يحدث للنساء في مناطق الحوثي من امتهان لا يتوقف واحتقار للكرامة الإنسانية وإذلال المجتمع ولي ذراعه بحرماته وعاره؟ وكانت المرأة طبعا في سابق العهد في نظر اليمني مقدسة، وهي العار الذي تسيل من أجله الدماء والأخذ بحقها ونصرتها رجولة تتناقلها الأجيال. فهل غادرت الرجولة والحمية والأخلاق؟ واليوم مئات النساء والفتيات مسلوبات الكرامة الإنسانية بيد ميليشيات لا تعرف إلا الإذلال للناس وامتهان كرامتهم وأعراضهم. لن نطيل عليكم حقيقة، تعالوا بس نتابع معنا في هذه الفقرة هذه الشهادات لبعض الضحايا الذين حاولنا أن نرصدهم في هذه العجالة في هذا البرنامج وهم كثر. نشاهد وإياكم هذه الشهادات المؤلمة والموجعة. فأخذوني معهم، تم التحقيق معي لبدروم على طول، تم احتجازي 3 أيام من غير تحقيق. رابع يوم تم اتهامي بتهمة جديدة، إن أنا أحد جاسوسات العدوان في اليمن. كان كل يوم تحقيق جديد وتعذيب جديد. كان معايا مجموعة من البنات اللي ما أعرفهمش في اللي أعرفهم، تعذبنا كثير، عملوا فينا أشياء وأشياء. كان الصبح معنا زينبيات ونساء زينا، محاضرات وأخلاق ودين، وفي الليل يطلعوا البنات يطهروا يسموه نكاح المجاهدين. كل يوم واحدة وكل يوم شكل، كل يوم تعذيب، كل يوم مسلوب صعب. عديت على هذا الحال 11 شهر. الحديث يطول، الحديث يطول، والمعاناة مستمرة إلى الآن، إلى هذه اللحظة التي نتحدث فيها المعاناة مستمرة. ما الذي حدث؟ ما الذي تغير؟ كيف بدأت هذه القصة؟ ما الذي يعني متى بدأنا نكتشف هذا الإجرام بحق هذه الإنسانة المكرمة المقدسة؟ أي واحد في العالم يعلم أن اليمني هذا يقدس المرأة، أن اليمني هذا يحترم المرأة بشكل يعني لا حدود له. مهما كانت الإجراءات الأمنية، تأتي الأسرة اليمنية فيذهب أو كل الإجراءات يعني تتلاشى أمام المرأة اليمنية، وكل القوانين تتلاشى أمام المرأة اليمنية، وكل يعني حتى المجرمين الذين كانوا مجرمين كانوا يستحون من المرأة اليمنية. ما الذي حدث؟ كيف بدأت القصة؟ ما الذي غير الوضع في اليمن؟ متى بدأ الامتهان الحقيقي للمرأة اليمنية؟ نشاهد وإياكم هذه الشهادة. طبعا منذ أحداث ديسمبر بدأت النساء والغضب النسوي تجاه جماعة الحوثي كان كبير جدا، واعتقد الحوثيين أنهم من خلال القمع والاعتقال سوف يستطيعوا تكميم أفواه النساء وسوف يستطيعوا إيقاف الرفض النسوي لجماعة الحوثي، إلا أن النساء استمرين في مواجهة الجماعة وخرجت عدة مزيرات بعد 6 ديسمبر 8 ديسمبر 12 ديسمبر. كانت عدة مسيرات ترفض الاعتقالات التي طالت الكثير، ترفض القمع وتكميم الأفواه وكل الانتهاكات التي قام بها الحوثي. في 30 يناير 2018 أصدر الحوثيين حكم بالإعدام شنقا على المواطنة أسماء ماطر العميسي بتهمة التخابر مع دول التحالف، وكان أول حكم بالإعدام من نوعه. لأول مرة في اليمن يتم حكم بالإعدام على امرأة تم تلفيق تهمة التخابر لتلك المرأة، عمرها 26 عام، بدون أي مسوغ قانوني، بدون أي محاكمات مسبقة، بدون حضور أي محامي، وكانت البداية لاستهدافنا جميعا كنساء.
الحوثي يستخدم النساء لإخضاع اليمنيين والابتزاز اليمنيين ولإبقاء الحال كما هو عليه. ما حدث في البيضاء مؤخرا هو غير دليل أن الحوثي يستخدم المرأة ويقتل المرأة وينتهك حرمتها ويتطاول. أيضا ما حدث أيضا بعد اقتحام مديرية ردمان أيضا الاستهتار بالناس، عدم احترام ما يعني حتى على مستوى الأسر تم استهدافها، وكأن الحوثي يقول سوف أفعل وأفعل وأفعل، لم يعد يعتبر يعمل قيمة لا للرجال ولا للنساء. الحوثي ينتهك الحرمات، يجب علينا أن نستمر في نضالنا في مواجهة جماعة الحوثي وألا نرضخ وألا نستسلم بالذات كنساء، وإلا نعول على الأصوات التي تحاول أن تحبطنا أو تحاول أن... أول ذكرني أسماء العميسي، أسماء ماهر العميسي، أسماء ماهر العميسي يعني اسم أول امرأة تم إعدامها من قبل ميليشيات الحوثي. يذكرنا بالشهيدة أسماء، يذكرنا بأسماء الشهيدة أسماء، في أول شهيدة في الإسلام ليست أسماء؟ يعني مفارقات عجيبة غريبة. إذن الذي ممكن نستشف هنا أنه عندما كان الحوثي يعني مع علي عبد الله صالح رحمة الله عليه، ما أخذنا الكثير على مواقف بعض المواقف له رحمة الله عليه، إلا أنه ما كان في جو اختطاف وامتهان لكرامة المرأة حينها. أعتقد أنه كان يخاف أن يستثمر علي عبد الله صالح والمؤتمر عندما كان حاضر في المشهد ويقول هذا لا يمكن أن يكون أن يحدث. نحن على مدى 50 سنة منذ أن قامت ثورة سبتمبر إلى أن أتى الحوثي لم يحدث امتهان لكرامة المرأة اليمنية. اعطوني مرأة يمنية امتهن كرامتها. نشاهد وإياكم هذا الانفوغراف الذي يتحدث عن بعض الأسماء وبعض الأدوات وكيفية والوسائل التي تمارس بحق المرأة اليمنية. أنا أريدكم أن تحكموا أنتم فقط، نحن لا نتعدى على أحد، نحن نقول الحقيقة كما هي. هؤلاء الناس يعني كانوا حاضرين، وهناك شهادات بالمئات لكثير من النساء. أولا تم اختطافهم بطريقة همجية وبدون أي مصور قانوني، ومن ثم تم ممارسة كل الرذائل بحق هذه المرأة. نتابع وإياكم هذا الانفوغراف. مروعة وفظيعة، مروعة وفظيعة. أسوأ من أبو غريب وغوانتانامو، هكذا وصف حقوقيون يمنيون سجونا حوثية سرية للنساء في صنعاء. وفق المنظمة اليمنية لمكافحة الاتجار بالبشر، تتعرض النساء داخل هذه السجون للإذلال والتعذيب بطرق وحشية. تتبع هذه السجون لقيادات بميليشيات الحوثي، وتقع في فيلات ومباني سكنية في صنعاء. كشفت المنظمة إصابة معتقلات بعاهات جسدية جراء التعذيب، وأشارت إلى اعتداءات جنسية على السجينات من أفراد الميليشيات. تقف وراء هذه الجرائم قيادات حوثية، من بينها سلطان بن زابن وحسن تيران. جمع الحقوقيون وثائق وأدلة تكشف فظاعة الجرائم المرتكبة في هذه السجون. القيادي الحوثي عبد بشر وزير الصناعة في حكومة الانقلاب قال في جلسة لبرلمان الميليشيا إن لديه خرائط لهذه السجون وقائمة بأسماء المتورطين. مشاهدينا الكرام، هذه جزئية حقيقة من ما يحدث للنساء في بلادنا، أشياء مروعة لا توصف. يعني هؤلاء المتشدقين الذين يتكلمون الحوثي والكرامة والدفاع، والله أنه كله هراء وكله كذب. ما يحدث من امتهان لكرامة الإنسان اليمني في بلادنا فظيع، يندى له جبين الإنسانية. يعني كل ما تتوقعه يحدث لهؤلاء النساء. يعني عندما تسمع قصص هؤلاء النساء وعندما تعرف ماذا حدث للنساء وكم عدد هؤلاء النساء، شيء مهول. كم عدد النساء الموجودات المحتجزات مع ميليشيات الحوثي في السجون وفي الأقبية وفي فيلا الخاصة، وكيف يمارسون معهن أبشع أنواع العذابات. يعني أنت مسكت
امرأة بتهمة معينة، يا أخي حاكمها، وصلها للقضاء، عرض قضيتها للمحكمة للنيابة، والقاضي يحكم بإعدامها، يحكم بإطلاقها، يحكم بحبسها 1000 سنة، ولكن أن تمارس معها هذه الممارسات البشعة وأن تجعلها من ملذاتك الخاصة وأن تمتهن كرامتها، فهذا شيء لا يمكن أن يمر مرور الكرام، ويجب أن يحاسب كل الذين يقومون بذلك. مع ذكر القضاة، القضاة كانت الحكومة الشرعية ترسل رواتب القضاة إلى كل مناطق اليمن بما فيها مناطق الشرعية. كيف يتعامل القضاة وكيف يتابع القضاة هذا الملف الخطير؟ كيف يتابع القضاة هذا الإجرام المستمر إلى الآن، إلى اللحظة التي نتحدث فيها؟ هناك نساء يعذبن في سجون وأقبية وفلل ميليشيات الحوثي. نتابع شهادة إحدى السجينات التي خرجت من أقبية الحوثي. طبعا لما كنا ندخل عند القاضي كان نسأل الزينبيات، يعني يقول لنا هذا القاضي اللي حمر بحبسكن، اللي أعطى الأوامر أنهم يحبسوكن، فكان يختلي بالفتيات، اختلى بالفتيات كلهن. لما جاءنا دوري دخلنا لا عنده نشوف، يعني ما هو يا قاضي، ما على إيش أخذتنا، على إيش اعتقلنا، على إيش كده، وأنه بالقرض أنه ما بيجيش عشان يحقق معانا أو يشوف، وبيجي يشوف من البنت الذي أعجبته ودخلت في رأسه، حتى وبعد ثنتين من الفتيات الذي هذا مصارم اللي هو قاه المتوكل تم اغتصاب ثنتين الفتيات، بإمكاني أن يدي أسماءهن، وباقي الفتيات من البنات اللي أنا ما شاهدت إلا 14 بنت، 75 في الدورة الأعلى، ما كنا نسمع الصياح ومع الأطفال حقهم والحركة، والباقيات في الغرف اللي هن محيطة أمامنا ولا جانب الغرفة اللي إحنا فيها، هن العدد كامل كان 120 بنت من السجينات، فهذول البنات ال 14 اللي أنا كنت معاهن منهن من قدهن للأمنيين يسموهن. يعني الأمنيين اللي هم الحرس حق المبنى اللي احنا فيه، وكل واحد معه واحدة اسمعهم، يا فلانة حق فلان وفلانة حق فلان، يعني بهذا المسميات يسموها. أنا لما يعني لما يعني عرفين البنت أنا ناشطة وأن أنا يعني لي في المجال الأغاثي، كل واحدة كلمتني عن قضيتها، وفي من البنات من سمح لي أن أنا أتكلم عن أسمائهن وعن قضاياهن. في نضال الريمي اللي هي أم أميرة عمرها سريحي وأحمى في 5 أشهر وعندها الكبد، هذه أخذوها، يعني أخذوا من حي واحد من الحي هذا حق نضال الريمي، ومن الريمي أخذوا 52 بنت من 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 نقم، من حي نقم، يعني 65، نقول 65، هي طبعا قالت 65، 51 امرأة من حي واحد. فجأة أصبحت المرأة اليمنية مستهدفة من قبل ميليشيات الحوثي. طبعا التهم جاهزة، تهمة جاهزة تماما، أول تهمة يعني توجه لأي مختطفة مباشرة أنها تمارس الرذيلة. هذا معناه أن لا يدع فرصة لأسرة هذه البنت أو هذه المرأة للدفاع عنها أو البحث عنها. أول ما يقول له بنتك يا عزيزي تعمل كذا وكذا وكذا ولدينا إثباتات، على طول يهربون وتهرب الأسر من متابعة يعني بناتهم، ويصبحنا فريسة سهلة بيد هذه الميليشيات التي تقوم بهذا الفعل المشين وهذا الفعل الإجرامي. طبعا وسائل الميليشيات الحوثية هي استعباد وامتهان كرامة النساء، امتهان كرامة الإنسان اليمني، هم كذا معتقد هذه الميليشيات. هذه المرأة ليست يعني معنا، إذن هي ممتهنة في كل شيء. حقيقة هناك منهن من يقوم بأدلجة رؤوسهن واستخدامهن في أشياء أخرى، مثل الإيقاع بالآخرين كما حدث في فترة ماضية، إيقاع بالنساء الأخريات. نشاهد وياكم شهادة أخرى لضحية من ضحايا اختطاف ميليشيات الحوثي للنساء اليمنيات. كثيرة ما تخيلتش يوم من الأيام، أنا عاملة دائما أعمل حسابي أنه يمكن يحصل لي أصعب ظرف أو أصعب موقف، يمكن أنه أفقد واحد غالي علي، يمكن يعني تتكلف فيني الأيام لأنه ما حد يجلس أنا معه، بس عمري ما تخيلت ولا يعني وصل فيني خيالي أو أنه بيحصل لي هذا. الحاجات هذه كنا نشاهدها بالأفلام يا عبد الملك الحوثي، الأفلام المصريين حق الموساد،
كنا نشاهدها مع نادير جندي خير العظافي راوي، بس شاهدها مشاهدة بالأفلام بس ما في الخيال. أي ما كناش متوقعين أن بتحصل لنا في السجون الحاجات التي بتحصل الآن، أشياء لا تستوعبها. يعني أم مختطفة اختطفوني اختطاف، أهلي جوز يدوروا علي شهرين تماما وهم مش دارين ويننا، ولدي كان يسير للشوارع ويزير للأقسام حق الشرطة وصورتي عنده في التلفون يقول له ما دي أمي اسمها سونيا اللي عندكم. أيوة ولدي عمره 12 سنة يقولوا لا لا مش عندنا، أشوفها في أقسام ثانية. يعني الحالة النفسية الذي عانوا منها عيالي والذي عانوا منها أخوتي والذي عانت منها أمي، ما خلتش رجل واحد حوثي وما زالت تحب برجيلة علشان يقولوا لها فيني بنتها. مش من حقي أقول ألو أشوف كيف عيالي كيف 4 شهور كاملة وأنا مغيبة، لدرجة إن أنا خلاص ويأست إن عاد أنا بخرج عندي ولد وبنت الصغار، وقسما بالله العظيم إن أنا نسيت إيش أساميهم. كنت أقول هذاك علي وبراء عيالي، أيوة بس به 2 صغير هذا ولك يمكن إنهم عيالي، طيب إيش أساميهم؟ يعني إذا وصلت لهذه المرحلة، المرحلة الأخيرة هي ما خلعوا ظفري عبد الملك العوضي في رمضان يا عبد الملك، وكان في رمضان الكرم. يعني يرضيكم هذا الذي حاصل الآن؟ يرضيكم تلك الدموع؟ يعني من أين الرجولة؟ أين الإنسانية؟ أين القبيلة؟ يا مشايخ القبائل الموجودين في 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 طوق صنعاء كما يقال أو في صنعاء كلها، هذه الدموع ما تهزش كرامتكم؟ هذه النساء لا يمتهن يوميا، ألا يحركن مشاعر الرجولة لديكم والإنسانية والأخلاق؟ كيف تسمحون لهذه الميليشيات أن تتغى وتتجبر وتعطوها أبنائكم لتقاتلنا؟ نحن لا نقاتل من أجل شيء، نحن نقاتل من أجل كرامة الإنسان اليمني، نقاتل من أجل الحفاظ على هذا الوطن. نريد مؤسسات، هذه المؤسسة هي التي تحكم الوطن وتحكم المواطنين، وهي التي يعني تحدد من الذي يستحق القتل ومن الذي يستحق الحبس ومن الذي يستحق الإفراج، وكيف تأخذ الناس من 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 أماكنها بطريقة قانونية بطريقة آمنية بشيء واضح. معنا سونيا صالح على الهواء مباشرة لتكون معنا شاهدة أخرى أيضا من شهود الحقيقة كما هي وكما يحدث لبناتنا في صنعاء ومناطق صنعاء. طبعا السجون في صنعاء مختلفة على سجون صعدة، هناك نساء يذهبين يعني يؤدوهم صعدة كما سمعنا، والذي تذهب صعدة هذه موضوعها ثاني مختلف. يعني أصبحت صعدة وصنعاء يعني أخطر مناطق العالم للمرأة، المرأة مستباحة تماما، الرجال حتى كلهم مستباحين، لكن المرأة بحد ذاتها الضعيفة، هذه الدموع، هذه المرأة المكسورة التي الله من في سابع سماء أوصانا بها تمتهن كرامتها اليوم ونحن ساكتين. يعني نحن في الحكومة اليمنية يجب ألا نتعامل مع جريفيث أو أي منظمة دولية إلا بشرط أن يتم إطلاق سراح كل النساء، هذا شرط أساسي. معنا سونيا صالح. سونيا السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام، أهلا وسهلا أخي. أختي صحيت وجراحي والآن تنزل دموعي مرة أخرى، ولن أستطيع أن أنسى ما حدث لي، يعني مستحيل أنسى. أختي سونيا، يعني ماذا أقول لك يا يعطيك الصحة؟ ماذا تقول يا أخي؟ الذي يحدث في السجون لا يصدقه الخيال ولا يستوعبه إنسان. أين القبيلة؟ أين العرف؟ أين الدين؟ أين الإنسانية؟ أين الرحمة؟ نعم سجين أخذوني من الشارع وأنا في محطة 14 أكتوبر أعبي بترول، وأولادي في النادي وغيبوني تغييب كامل، وبعدها نقلوني إلى الضغاطة سجن سري خارج الأمن القومي على بعد ساعة إلا ربع تقريبا، تعرضت فيه لكل أنواع الذل وكل أنواع التعذيب، وطلعوا لي جهزوا لي أيضا قضية إرهاب دولة. إرهاب دولة بأيش أرهبت الدولة؟ أنا إيش صلحت اليوم أنا علشان يعني استهداف مش لي أنا فقط، استهداف 1121 امرأة. أين الحكومة؟ أين وزارة حقوق الإنسان من هذا؟ أين المنظمات الدولية والعالمية؟ أنا أناشد كل يوم الحكومة، أناشدهم توفير برنامج حماية للنساء بالضغط على العوديين حتى إخراج النساء وإخراج السجون السرية، ولكن طيب يعني طيب نحن الآن أمام ملف مهم. نحن الآن هذه قضيتنا، هذه قضية كل إنسان حر، ليس في اليمن فقط، هذه قضية كل إنسان حر وإنسان يمتلك ذرة من الإنسانية في كل العالم. يعني كيف نرتب أوضاعنا بشكل أفضل لكي
يقف هؤلاء الناس أمام العدالة، أمام العدالة المحلية وأمام العدالة الإقليمية وأمام العدالة الدولية، يجب أن يحاكم هؤلاء القتلة والمجرمون والسفاحون والمغتصبون. ما هي الخطوات التي قمتم بها الآن؟ هل في تواصل بينكم؟ هل في ملفات جهزتوها؟ خبرينا على ما هي الخطوات التي قمتم بها، وتحتاجون أيضا للدولة وتحتاجون لكل الخيرين ليكونوا معكم في هذا الملف. نحن يجب أن نكون أقوياء، ليس ولا نضعف مهما حدث، ومهما حدث من إجرام ومن اغتصاب ومن انتهاك للحرمات، يجب ألا تضعفي ولا تضعف كل النساء وكل الذين لا يتعرضن لهذا الإجرام. يجب أن تتوحدوا في كل الجهود، ونوحد جهودنا جميعا. نحن ماذا عملتم خلال 2000 وماذا تتهيئون ل 2021؟ يعني 2021 هذا يجب أن يكون عام المرأة بامتياز، عام المرأة المختطفة في مناطق ميليشيات الحوثي بامتياز. يجب ألا نفتح أي حوار مع الميليشيات حتى تطلق النساء المحتجزات ويتم محاسبة من قاموا بهذا الانتهاك وهذا الإجرام. ماذا عملتم وماذا تستعدون لعمله؟ نحن عندنا وثقنا قضايا كثيرة، وثقت أيضا في منظمات الرصد، رصدت أسماء كثيرة ونساء كثيرة تعرضنا للتعذيب، ولدينا ملفات ولدينا دلائل ولدينا كل شيء، ولكن للأسف الشديد وزارة حقوق الإنسان، وأنا أتكلم من هنا، لم تتعاون معنا نهائيا، سواء كانت اللجنة الخاصة لحقوق الإنسان أو كانت وزارة حقوق الإنسان. حاولت أتواصل معهم، تواصلت حتى مع وزير الإعلام، تواصلت مع وكيل وزارة شباب. تقدروا شباب ممكن نتواصل، ممكن تتصلوا للأستاذ نبيل لو سمحتم مرة ثانية؟ تفضلي. جميع من حاولت أن أتواصل معهم يقولوا لي تمام، خير إن شاء الله، وخلاص. إذا كانت المرأة داخل السجن لا يوجد برنامج حماية للمرأة نهائيا، لا عبر المنظمات ولا عبر وزارة حقوق الإنسان ولا عبر الحكومة نهائيا. أنا من هنا أتكلم، من هنا، أنا الآن في القاهرة وخرجت من بلادي مغصوبة، خرجت هاربا من الحوثيين، وملفي ما زال في النيابة الجزائية، وحكمي في إعدام، ولدي كل ما يثبت أنني تعرضت للتعذيب، ولدي في النيابة الجزائية. أنت واحدة من مئات، أنت واحدة من مئات، من 1121 مختطفة، 1121 مختطفة، وكل يعني أعتقد الآن، أعتقد الرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمسؤولين يسمعوك، يجب أن يسمعوك، يجب أن يكون يسمعوك. أنا كل يوم أنا أسدهم، نزلتم عبر كل القنوات، ولكن لا حياة لمن تنادي. حاولت أتواصل مع وزارة حقوق الإنسان، حاولت وتواصلت مع الوكيل وتواصلت مع الناس، ويسمعني الآن لأني فعلا تواصلت مع عبر الواتس، ولكن خير إن شاء الله وخلاص. تواصلت مع اللجنة الخاصة لحقوق الإنسان، مع الدكتور بدر، مع كلهم. طيب عندنا الآن جزئين. الجزء الأول هو كيف نوقف هذه الميليشيات الإجرامية للقيام باختطاف واستهداف المزيد من النساء في الداخل. الجزئية الثانية هي كيف نساعد المختطفات الذي اللائي استطعنا الخروج والهروب، نساعدهم في اولا في قيام الدعوة، في قيام دعاوى ضد هؤلاء المجرمين والحفاظ عليهن والعمل على تأمين وضعهن المادي وتأمين وضعهن الاجتماعي. نعم، انا تكلمت عن هذا في اكثر من مقابلة لي. اها، تكلمت عن هذا الموضوع وقلت اين برنامج الحماية، برنامج حماية النساء الذي في السجون. يجب أن يكون هناك منظمات دولية وتنزل لهم محاميين يدافعوا عنهم. هل برفض المحامي، هل برفض الحوثي محامي من قبل وزارة، من قبل منظمات دولية؟ طبعا ما يقدرش. المحامين حضروا مع أسماء مادر العماسي الذي حكم عليها بالإعدام والصلب والجلد، وتخففت العقوبة عليها من الإعدام إلى 15 سنة، كانت المنظمة موجودة معها. المنظمة يجب أن تقف على ملف المرأة اليمنية التي داخل السجون، لأنها تموت في اليوم 1000 مرة. المرأة داخل السجن تقول يا ليتني كنت ترابا ويا ليت قومي يعلمون. المرأة داخل السجون هي تموت في اليوم 1000000 مرة. يا شعب اليمن، يا حكومتنا، يا وزارة يعني وزارة حقوق الإنسان، كل أنا أناشد الجميع، أناشد الشعب اليمني بغيرته بقوته بكرمه برجولته، يشيروا موضوع السجون، يجيبوا السجون يصير يعيشوا ربيع، يحصل بناتهم أشرف من الشرف، حتى لو قلنا بنتك دعارة يقول لك كذاب كذاب كذاب. عندما
ما يفلتوا الأهالي بناتهم بسبب هذا التهم الذي يلفقوا العودي تكون طريقة سهلة للعودي ويستعبدوهن ويجندوهن ويدخلون فعلا يدخلون في أعمال يعني لا ترضي الله ولا رسوله لمصالحهم الشخصية. النساء الذي خرجنا السجون في من يتحدين الآن في شوارع صنعاء وأنا مسؤولة عن كلامي عن برنامج الحماية. النساء الذي خرجين من اليمن وهربن للقاهرة ولا الأردن ولا عدة أماكن لا يملكين قوت يوما في بعضهم يشتغلن خبازاتنا في القاهرة وأنا انصدمت عندما رأيت هذا وفي يعني كثير منهم اضطرين يحتن أو اضطرين يشتغلن حد الثانية. أنا برنامج الحماية أنا وزارة حقوق الإنسان أنا وزارة الذي الخاصة لحقوق الإنسان هل اختفوا بواحدة مظلومة بربك يثبتوا نحن 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 نضم صوتنا إلى صوتك ونناشد رئاسة الجمهورية ونناشد رئيس الوزراء الدكتور معين عبد الملك أن يولي هذا الملف يعني يكون من الأولويات يكون من الأولويات القصوى لعامنا هذا. عندنا أولوية حماية اليمنيات الموجودات في مناطق ميليشيات الحوثي بأي طريقة كانت بأي وسيلة كانت واليمنيات اللي خرجنا يحملنا هذه الآلام وهذه المتاعب النفسية وهذه المتاعب الجسدية خارج البلد. هذه الحقيقة التي يجب أن يعرفها الجميع الحقيقة كما هي نريد أن تصل للجميع وأن نتعامل معها بمصداقية ونتعامل معها بصدق وإخلاص ووفاء. شكرا جزيلا أختي. نحن حاولنا شباب ما في إمكاني نتواصل معها شكرا سنتواصل معه انا اريد ان اتواصل معه بعد ما نكمل مع الاخت الكريمه. شكرا جزيلا اختي رانيا اختي سونيا سنظل على تواصل معك ان شاء الله واعتقد ان رسالتك وصلت ويجب ان تصل. سونيا صالح احدى المختطفات من سجون ميليشيات في سجون ميليشيات الحوثي والتي يعني استطاعت ان تخرج الى خارج البلد. هذه صوره هذه الحقيقه نحن لا نريد ان نقول غير الحقيقه. طبعا هذه من مئات المختطفات من مئات الذي اللائي إنين الآن داخل أقبية وسجون ميليشيات الحوثي في صنعاء تهم باطلة تهم يعني يرموها جزافا بكل بهتان وكل افتراء على نساء يعني لا حول لهن ولا قوة. وقال الحوثي يدافع عن الكرامة وأتى ما المدعو أسامة ساري وإلا المدعو حسين نسيت اسمه هذا الذي في وسائل التواصل الاجتماعي كل المزعبقين حقهم يتكلمون بطريقة يعني دونية كما يمكن أن يقال والنساء يهانين في بلادنا بهذه الطريقة وامتهان لكرامة المرأة اليمنية في بلادنا بهذه الطريقة. يجب أن نوضح الحقيقة للناس. أنا أناشد المواطنين. أستاذ نبيل عبد الحفيظ السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المرة الثانية نحن حقيقة يعني هذه نقطة مهمة وهي يعني النساء المختطفات إلى الآن 1121 مرأة مختطفة في مناطق ميليشيات الحوثي هذا واحد. الجزئية الثانية النساء اللي استطعنا الهروب من بعد الاختطاف كيف التعامل مع هذا الملف؟ ماذا أعددتم؟ هل تواصلتم معهن؟ يقول ما قدرنا نتواصل مع وزارة حقوق الإنسان. بالعكس مكتب الوزارة في عدن مفتوح لكل الأخوات وأيضا اللجنة الوطنية لرصد الانتهاكات دعت كافة الأخوات المختطفات ونحن لنا تواصل سابق مع عدد من الأخوات في قيادات المؤتمر الشعبي العام التي خرجنا من صنعاء وكنا نسعى دائما لإطراء هذا الملف لأننا قدمنا هذا الملف في السنوات السابقة إلى الأمم المتحدة وما نزال نحتاج إلى معلومات كثيرة في هذا الجانب. طيب الآن عام 2020 كان عملتم شيء في هذا الموضوع؟ كل الأسماء التي وصلتنا أرسلناها وبالاسم. كم عدد المختطفات اللي خرجنا إلى الآن؟ حتى الآن الأسماء التي وصلتنا لأن دائما لدينا إشكالية أخي العزيز أمام المفوضية السامية لحقوق الإنسان أنهم لا يطلبوا أرقام ولكنهم يطلبوا الاسم مع مكان الاختطاف مع الجهة التي اختطفت. في ناس اختطفت بناتهم والله لن يقول لك وهذه مشكلة من مشاكل يعني في أسر لا ما تحبنا يعني تقتل البنت والعيب. هذه الجماعة تستغل هذا الجانب أن اليمنيين يعتبروا النساء خط أحمر وبالتالي حتى كثير من الأسر ترفض الإدلاء بمعلومات. نحن حتى الآن نبحث عن كل الأخوات
التي خرجنا والتي رضي يعني لديهن موافقة عندك لتقديم هذه الأسماء والمعلومات. عندك الأخت سونيا صالح في القاهرة وهي الآن كانت معنا على الهواء وقالت يا ريت أنني ألتقي بواحد من وزارة حق الإنسان أقل شيء أوصل له ما لدي من معلومات وأسماء. وأنا مستعد للقائها في أي وقت. هي تسمعنا الآن وتشاهد القناة، تواصل معها وسنعطيها رقمك إن شاء الله. قبل ذهابي إلى عدن، أنا مسافر إلى عدن في الأيام القادمة في خلال الكم يوم القادم، خلال هذه الأيام أنا مستعد لقائها في أي لحظة. شكرا أستاذ نبيل عبد الحفيظ وكيل وزارة حقوق الإنسان، شكرا جزيلا لك. طبعا هذا الملف يحتاج له يعني حلقات وحلقات، وسنستمر احنا سنسلط الضوء في هذا الموضوع في البرنامج على هذا الموضوع دائما. لكن اريد ان اختم فقط ان هناك امرأة يعني تم اختطافها في صنعاء وتغييبها لفترة معينة، وبعد ذلك يعني بعد اموال طائلة اخرجوها اهلها، وعندما خرجت قالت لأهلها ما حدث لها داخل ماذا فعلوا فيها؟ قتلوها. قد تفقدك حياتك في زمن الحوثي. قيادة الحوثي يهدد أحد المواطنين بالقتل إن لم يمسح التغريدة التي كتبها. يعني واحد كتب تغريدة ينتقد يعني يقول حصل كذا وكذا، هذا المواطن نازح حقيقة، قال يتكلم حول النزوح ويتكلم عن وضع النازحين ويتكلم عن الأوضاع المختلفة. نسمع ماذا كيف كان الرد هذا الحوثي تجاه هذا النازح. بيع بنت بحشرة مجاهدين للمنظمة يا أخي لا أكذب، ما يجوز تمرك بالله يا مدين غير صار رأيك، ما يجوز يا أخي، والله علي الطلاق إني لو رجلا كنت خسر، قل لا إله إلا الله، وعلي الطلاق إني مطلق رجلا إني لو رجلا وصفك تقتلني قتل يا منافق منافق، أنت تكلم منه يا أخي أنت لا أنت لا أنا وأنت لا ما نبغي عارفه على مكيفه كيفه حد على مجاهدين وخيانتهم يا أخي لا تقول واحد بالكذب والبلسان ما يا أخي أنا عارف أسرارك أنا عارف كل شيء عنك ما أنا أنا عارف حتى ما تسرق لك 350 طاقة حجوز وما ما حكوز مجاهدين من 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 راجع من كل جوة والله ان انتم ظلمتم والله لا اله الا الله. منها جزئيه معينه حول التهديد، يعني ماذا كتب هذا النازح حيال حتى يتم تهديده بالقتل؟ ماذا كتب؟ قال انه المساعدات الانسانيه الطارئه تاتي لتلبيه الاوضاع الانسانيه وليس للابتزاز، يعني هذا اخر يعني ليس للابتزاز. من الذي قام بالتهديد؟ من الذي قام يهدد هذا المواطن؟ المواطن اسمه إبراهيم العفريت. المهدد من هو؟ يعني المهدد واحد يعني مسؤول كبير، وكيل في وزارة التخطيط والتعاون الدولي الحوثية، ومسؤول أيضا في الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث. هم الكوارث أصلها، يعني يقومون بكل الكوارث ويتوهمون أنهم يعني هم الذين ينقذون الناس. يعني هذا الاتصال بحد ذاته كارثة، التعامل مع المواطن بهذه الطريقة كارثة كبرى. واحد يعني قال وضعكم هذا غير سليم، أنتم تسرقون، وهم فعلا يسرقون المساعدات، يعني يسرقون كل شيء، يسرقون الكحل من العيون كما يقال، لا تكتب. طبعا تم إلقاء القبض على هذا المواطن وتم إيداع السجن بأمر من رئيس الهيئة هذا المدعو عبد المحسن الطاووس رئيس الهيئة الوطنية للشؤون الإنسانية. يعني شيء عجيب والله. طبعا حجم السرقات التي تقوم بهذه الهيئة مهول جدا جدا. تم حبس هذا المواطن وإيداع السجن وأخذ تعهدات أولا عن شان يطلقوه، قالوا لابد أن يمسح التغريدة
أو يمسح البوست، وأن يتعهد ألا يكتب عليهم أبدا. يعني خلينا نسرق بدون ما تتكلم، أص تقول كلمة الله شلك سنقتلك، زي ما كما سمعتم الآن سيتم قتلك إن لم يعني تسكت. هذه هي النتيجة الحتمية لكل من يقول الحوثي لا، لكل من يقول للحوثي أنتم قيادات الحوثية أنتم سرق، أنتم قتلة، أنتم مجرمين. الهيئة هذه، الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الإنسانية ومواجهة الكوارث، هي بحد ذاته كارثة. أولا لا تقوم بأي عمل سوى سرقة المؤونة التي تأتي من المنظمات. طبعا فرضت على المنظمات كلها التعامل معها فقط، قامت بتأسيس بعض أعضائها قاموا بتأسيس شركة خاصة بالسيارات، وأجبروا المنظمات أن تستأجر السيارات الخاصة فيهم، يعني عمل تجاري بحت. كل المواد التي تأتي تروح إلى الأسواق ويتم بيعها. النشاطات عندما تابعت نشاطاتهم عبارة عن اجتماعات في الهواء غوغاء. طيب هذه جزئية. جزئية ثانية، أحد المواطنين عمل اسمه الخميني زيد، عمل اسم الخميني زيد وقام بكشف بعض الأسرار، قام بتمرير بعض الأوراق الخاصة. هذا واحد اسمه الخميني زيد عمل عنده حساب في الفيسبوك، كتب بعض وفي تويتر أيضا كتب بعض الأشياء التي تشير أن هناك فساد كبير لدى القيادات الحوثية. هذه القيادات لا شغل لها إلا البحث عن من هذا صاحب الحساب، فتوصلوا بأجهزتهم المختلفة أنه صاحب الحساب هذا فلان، واحد اسمه عبد الرحمن المؤيد، وطبعا هو ليس عبد الرحمن المؤيد، هو صاحب حساب آخر. قاموا اتصلوا بعبد الرحمن المؤيد هذا وهددوه أننا نعرفك ونعرف زوجاتك وسيتم نشر صور زوجاتك، يعني وصلوا لتلفون الرجال بطريقة تطبيق معين وسحبوا صور زوجاته ويهددوه إن لم تتوقف عن نشر فسادنا سيتم نشر صور زوجاتك. هذا التعامل، هذه العقلية، هذا هو البرنامج الذي يسيرون عليه، امتهان كرامة الناس مهما كانوا، حتى ولو كانوا معهم، حتى لو كانوا من أشد المقربين لهم. أهم شيء تنتقدنا أو تقول لا أنت تعتبر خارج إطار الاهتمام لنا، وأنت في أمام بنادقنا ومرمى قذاراتنا كما يقال، قذاراتهم كما يمكن أن يقال. من الأشياء التي سربها هذا الموقع أو هذا الحساب، نشوف إياكم هذه التوجيهات. هذه توجيهات بإدخال 61 صنف من المبيدات، هذه المبيدات القاتلة، المبيدات الزراعية التي ممنوع دخولها في، أنا أقول في 99% من دول العالم سمح الحوثيون بإدخالها، وأعطوا واحد اسمه دغسان، هذا يعتبر من التجار الكبار هناك، بإدخال هذه المبيدات إلى الأسواق. وانظروا كارثة هذه المبيدات، يعني شخص قال هذا ما يصلح للكلام هذا فنشر هذا الموضوع. أشياء كثيرة التي يمكن أن تودي بصاحبها إلى التهلكة كما يقال. 60 مليار دولار رقم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة للمنظمات في اليمن فقط في 2012، أين اليمن من تلك المساعدات وأين الفقراء؟ قصة يعني حجم المساعدات مهول في كل مناطق اليمن، مناطق الحوثي تأخذ النصيب الأكبر، الميليشيات الحوثية هي المسيطر الأساسي على هذه المساعدات، حتى أن المنظمات الدولية ليس لها حق في أن تقوم بعمل أي شيء إلا تحت إشراف هذه الميليشيات. وتقوم الميليشيات وتقوم هذه الهيئة بإجبار المنظمات على دفع فلوس لكل عملية. هذه بعض الجرائم، بعض الجرائم. نحن سنتحدث في قادم الأيام حول المساعدات الإنسانية والمنظمات الدولية وعملها في اليمن وكيف يتم التعامل معها وأين قاعدة البيانات وكيف يتم التعامل مع اليمنيين مع هذه الأموال المهولة إلى اليمن. نحن نعلم أنه ما يصل الحوثيين يصل إلى أيادي الحوثيين أنفسهم، أما المواطن فهذا بعيد كل البعد أن يكون حاضر في هذا المشهد. مشاهدي الكرام، جزئية صغيرة فقط
هي من يقول للحوثي لا، هنا إعدام عندهم، هنا قتل، هنا يعني وصول إلى 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 الرجل. وطبعا هذا عبد الرحمن المؤيد إلى الآن محبوس، وإلى أكثر من يمكن شهرين أو شهر وستين يوم سبعين يوم شهر وخمسة وخمسين يوم محبوس لدى الميليشيات الحوثية، وأسره أسر زوجاته يعني يبحثن عنه كما يقال عند الجميع ولا يجدوه، بسبب أنه متهم أن هذا الحساب حسابه، والحساب طبعا صاحب الحساب قال أنا الآن موجود وهذا ليس هو، يعني يبرر. لكن هذه فقط جزئية من فساد هذه الميليشيات وهذه القيادات المجرمة التي لا ترعوي في مواطننا وفي مساعدات الناس البسطاء إلا ولا ذمة، قتلت وشردت واختطفت أمور كثيرة. وصلنا وإياكم إلى الختام، في الختام لكم أجمل التحايا وأطيب المنى، حتى الملتقى في حلقة قادمة بمشيئة الله من هذا البرنامج الحقيقة كما هي. أنتم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.